مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، نحييكم أيها السادة ونحن على مشارف انتخابات مجلس الشيوخ 2020. كان لابد أن يكون معنا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات معالي القاضي الجليل المستشار لاشين إبراهيم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني احنا اهو بنستعد كلنا واحنا على مشارف هذه الانتخابات الهامة، ولكن استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات كانت مختلفة هذا العام، اجراءات احترازية، استعداد، الكل يعمل على قدم وساق. نعرف من حضرتك العام 2020 معروف انه عام الانتخابات. نعم. والهيئة كانت في وضع استعداد دائم لهذه الانتخابات لانها هيئة دائمة. نعم. والدوام يعني الاستمرار، والاستمرار يعني الاستقرار. فكل ما يخص العمليات الانتخابية كانت هي على استعداد، من لوجستيات، من أدوات انتخابية، من الاتفاق على مع المطابع، مع كل الجهات المعنية في الدولة. ولما حصل وقعة كورونا وانتشارها في العالم ابتدينا نجهز لكده، ان احنا خدنا إجراءات وعقدنا اجتماعات واتفقنا على ان احنا ممكن نعمل انتخابات بس في حدود معينه بمعايير محدده. والمعايير دي كانت عباره عن ان احنا هنعقم كل اللجان الفرعيه والعامه قبل اجراء العمليه الانتخابيه في الصباح وبعد انتهاء العمليه الانتخابيه في المساء، وكذلك اللجان العامه سيتم تعقيمها برضو. برضو من الاجراءات اللي احنا اتخذناها ان احنا لازم فرض ارتداء الكمامة على جميع الناخبين والمترشحين ووكلاء الناخبين وأعضاء اللجنة المتواجدين داخل اللجنة، بدءا من السيد القاضي رئيس اللجنة انتهاءا بالموظفين الموجودين في اللجنة. وفي حالة عدم ارتداء أي ناخب أو مترشح كمامة، الهيئة بتوفر كمامات لكل واحد فيهم قبل الدخول إلى المقر اللجنة الانتخابية. في حالة دخول ناخب والتبس الأمر على السيد القاضي في شخص نتيجة ارتداء الكمامة، الهيئة مكلفة موظف متواجد داخل الهيئة هيتم الكشف على الناخب ويتأكد من هويته وشخصيته من خلال صورته الثابتة على بطاقة الرقم القومي مع المعاينة اللي هيجريها مع الموظف المختص. برضو في حاجة تانية، احنا عملنا الصفوف آمنة في مسافات آمنة بين الناخبين أمام لجان الاقتراع. واللجنة والهيئة من جانبها عينت موظف مختص يقوم بتنسيق الطابور أمام اللجنة. الهيئة اتفقت مع وزارة الصحة أنها أحضرت سيارات إسعاف موجودة في كل مجمع انتخابي أو أكثر من مجمع انتخابي، مزودة بأطقم جاهزة لأي حالة طبية تحدث في الحال، سواء كان ناخب أو مترشح أو كل أطراف العملية الانتخابية. الهيئة من جانبها اتفقنا مع كل الوزارات والمصالح المعنية وجم قعدوا معايا واتفقنا على كل الإجراءات اللي هتكون أيام الانتخاب داخل جمهورية مصر اللي هو 11 و12 إن شاء الله 8. هيكون كل الإجراءات الاحترازية كاملة حفاظا على جميع أطراف العملية الانتخابية. بالنسبة للحبر الفوسفوري، ودي نقطة خلافية جدا، إيه الإجراءات اللي خدتها الهيئة تجاه استخدام الحبر الفوسفوري ونحن نعلم أن هو من أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية؟ القانون نظم طريقة الإدلاء بالصوت. نعم. كل ناخب فينا يحمل بطاقة رقم قومي، وثابت في بطاقة الرقم القومي الموطن الانتخابي لكل ناخب. فكل ناخب بيدخل ببطاقته إلى داخل لجنة الاقتراع، بيسلمها لأمين اللجنة، أمين اللجنة بيطابق الرقم القومي على اسم الناخب في الكشف المعد لذلك الخاص بالانتخابات. ثم يقوم الناخب بالتوقيع في الكشف المخصص لذلك أمام اسمه، ويقوم أمين اللجنة الموظف المختص بالتوقيع بجواره، وهذا دليل على أن الناخب حاضر بالفعل. أما في الحبر الفسفوري مش هنستخدمه في الانتخابات. ليه؟ ده بيكون في انتخابات الرئاسة وانتخابات في الاستفتاء، لأن في القانون نظم انتخابات الوافدين. الوافد بيبقى بيدلف صوته في محافظة غير محافظته أو في لجنة غير لجنته، فلازم عشان يتعرف أنه الأدلى بصوته لازم يحط إيده في الحبر الفسفوري. أما في انتخابات النواب فغير جائز سواء في النواب أو الشيوخ، لأن القانون قال أن حضور الناخب
والتوقيع في كشف الحضور الانتخابات أمام اسمه وأمام رقمه القومي دليل حضور أنه أدلى بصوته. نعم، من يحق لهم التواجد داخل اللجان الانتخابية؟ من يحق له التواجد داخل اللجان الانتخابية دي القانون منظمها والضوابط اللي وضعتها الهيئة. المتواجد داخل اللجنة الفرعية بيكون السيد القاضي رئيس اللجنة مع مجموعة الموظفين الموزعين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يعتبروا أمناء هذه اللجنة، بيكون وكلاء المترشحين ومندوبيهم موجودين جوه اللجنة. وبيدخل اللجنة في بعض الفترات دون تعطيل عمل اللجنة منظمات المجتمع المدني أو مسؤول الإعلام المتابعين لفترات قصيرة جدا، وبيخرج عشان ما تتعطلش العملية الانتخابية. وفي ظل جائحة كورونا برضو ما لهمش متواجد كتير عشان يبقى الأمور ماشية عادية جدا جدا يعني. معالي القاضي الجليل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كيف استعدت اللجنة لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم؟ للمصريين في الخارج كانت هناك إجراءات جديدة خالص بالتنسيق مع وزارة الخارجية نظرا لانتشار جائحة كورونا في العالم أجمع. من هنا اتخذت الهيئة ضوابط صارمة من أجل أن يدلي المصريين في الخارج بأصواتهم، وكان ذلك من ضمن الضوابط أن يدلي بأصواتهم عن طريق البريد واستخدام البريد المستعجل، لأن له إجراءات البريد المستعجل في التعامل معه. ومن هذه الضوابط أن المصري المقيم في الخارج والمقيد في قاعدة بيانات الناخبين له الحق أن يدلي بصوته. ومن هذه الضوابط أن المصري المقيم في الخارج بيقوم بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ويقوم بتسجيل اسمه وبياناته كاملة، وفي حال تسجيل اسمه وبياناته كاملا بيظهر له رقم كودي خاص به هو بمفرده لا يكون لغيره وغير متاح لغيره. بيستخدم هذا الرقم في أيام الاقتراع المحددة في الجدول الزمني، بيقوم بالدخول مرة أخرى على موقع الهيئة ويقوم بطباعة القائمة والمرشح الفردي اللي عايز ينتخبه وبيعلم عليه ويقوم بطباعته ويقوم بوضع القائمة اللي انتخبها والمرشح الفردي في مظروف صغير ويقوم بإغلاقه غلقا محكما ولا يؤشر عليه ولا يعلم عليه بأي علامة، ويقوم بإحضار مظروف آخر كبير يضع فيه هذا الظرف ووضع فيه مستندات أخرى عبارة عن وثيقة الإقامة، جواز سفر، بطاقة الرقم القومي، وفي إقرار بيطبعه كمان خاص بالهيئة بيقوم بملئه وحطه في المظروف ويرسله عن طريق البريد المستعجل إلى مقر البعثة المصرية التابع لها في الخارج. بيقوم المسؤول عن البعثة المصرية في الخارج المختص بتلقي ذلك بفتح هذا المظروف، وأول إجراء بيعمله بيقوم واخد المظروف الصغير ووضعه في الصندوق المخصص للمحافظة اللي باعتها الناخب المصري المقيم في الخارج مع طباعة المرشح الفردي اللي هينتخبه ويأشر عليه وبيبعتهم للبعثة اللي هو تابع لها في الخارج، بشرط ان هو بيقوم بإعداد مظروفين، مظروف كبير ومظروف صغير. المظروف الكبير بيحط فيه أوراقه اللي هي وثيقة الإقامة، جواز سفره، بطاقة الرقم القومي، والمظروف الآخر بيحط فيه اللي هي بطاقة اقتراع اللي أدلى فيها بصوته وبيقفل المظروف الثاني. المظروف الصغير اللي فيه بطاقة الاقتراع لا يضع عليه أي علامة أو أي حاجة تثبت إن هو مين. أول ما المظروف بيوصل إلى البعثة عندنا في الخارج بتقوم البعثة بفتح المظروف وبتشيل المظروف الصغير تحطه في صندوق الاقتراع وبتحتفظ بالأوراق بتاعته عشان تتأكد ان هو مقيد في قاعدة بيانات الناخبين او ما فيش حد استخدم الرقم الكودي اللي هو معاه وأدلى بصوته قبل كده. الفرز بيتم في الخارج وترسل الحصر العددي ليها، بيرسل الحصر العددي في محاضرها الى الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تجميعه مع الداخل. لما الانتخابات تجرى في الداخل
والناخبين يطلب أصواتهم، واللجان العامة تعلن الحصر العددي وبترسله للهيئة الوطنية للانتخابات. بتقوم هنا الجهاز التنفيذي في الهيئة بتجميع أصوات الناخبين في الخارج على أصوات الناخبين في الداخل، وتقوم الهيئة الوطنية وهي المختصة بإعلان النتيجة. سيادة القاضي الجليل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كيف أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات للدعاية الانتخابية في ظل جائحة كورونا؟ في ظل انتشار جائحة كورونا، الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت ضوابط للدعاية الانتخابية للناخبين بحيث لا يتجاوزوها، وحفاظا على التباعد الاجتماعي. قلنا ممنوع الانتخابات، ممنوع التجمعات، ممنوع المؤتمرات الانتخابية الحاشدة. قلنا الدعاية تكون بمكبرات الصوت بما لا يخالف القانون. قلنا الدعاية تكون عن طريق تعليق لافتات وبنرات في الشوارع بالاتفاق مع السلطات المحلية في كل محافظة. نعم، احنا هنا عايزين نعرف سعادة القاضي الجليل المستشار لاشين إبراهيم، كيف يعد المرشح أو القائمة فائزة في هذه الانتخابات؟ المرشح الفردي يعد فائز في الانتخابات إذا حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين الحاضرين. نعم. وذات النسبة برضو بالنسبة للقوائم. الفرز، كيف يتم الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟ الفرز بيتم بداءة في اللجان الفرعية. نعم. بعد انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات تبدأ اللجان الفرعية، رئيس القاضي رئيس اللجنة بيقوم بمعاونة أمناء اللجان اللي معاه بفرز الأصوات، بيطلع الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وبيحسب نسبة الحضور من عدد المقيدين أمامه في اللجنة، ويقوم بإثبات ذلك في محضر الفرز المعد لذلك والتي قامت بإعداده الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في حضور وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ومتابعة من منظمات المجتمع المدني. وبيقوم القاضي بعد ذلك بالتوجه إلى اللجنة العامة التابع لها، وبيسلمها المحاضر وكافة الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية. واللجنة العامة؟ بتقوم اللجنة العامة عقب ذلك بتجميع كل المحاضر الخاصة باللجان الفرعية التابعة لها. نعم. وتقوم بإعداد تجميع الأعداد كلها، سواء المقيدين، سواء الحضور، سواء الباطل، سواء الصحيح، وتقوم بنشر الحصر العددي لكل ناخب حصل قد ايه، وليس النتيجة. إن اللجنة العامة تقوم بالحصر العددي فقط وليس النتيجة، النتيجة من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخاب. المسؤول الأول لإعلان النتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات. للانتخابات. نعم. ولا أحد غيرها. نعم، قولا واحدا. نعم. سعادة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات الهيئة نقطة هامة جدا في العملية الانتخابية. استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لأي استحقاق انتخابي لازم بيكون له غرفة عمليات. فإحنا عندنا غرفة عمليات مشكلة من مدير الجهاز ونوابه وأعضاء في الجهاز التنفيذي يديرون الانتخابات على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات. ودورها نهو كل المشاكل التي تدار في أي لجنة في الحال. نعم. هل يا فندم بيتم التواصل بين غرف العمليات وغرفة عمليات الهيئة؟ لازم. لازم هناك تواصل بين غرف العمليات المنتشرة على مستوى الجمهورية كلها وغرفة عمليات الهيئة. غرفة عمليات الهيئة في تواصل دائم مع لجنة المتابعة الموجودة في كل محافظة. نعم. في 27 محافظة في 27 لجنة متابعة. الهيئة في تواصل دائم معها للإطمئنان على سير العملية الانتخابية من أول يوم ستبدأ فيه إن شاء الله. المواطن يتواصل مع الهيئة إزاي؟ الهيئة احنا عاملين خط ساخن وعاملين الخط بريدي وعندنا فاكس. كل مواطن لديه مشكلة في أي شيء بشأن هذا الانتخاب لو دخل على موقع الهيئة هيعرف هو مقيد في أي لجنة. لو في أي لبس خاص به هو
في الحال بالتواصل معنا هتكون برضو كل مشاكله محلولة إن شاء الله. سعادة المستشار لاشين إبراهيم، وسائل التواصل الاجتماعي دورها في هذه الانتخابات؟ وسائل التواصل الاجتماعي احنا سمحنا للمرشحين انهم يعملوا دعاية عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، لانها تعتبر اقرب وسيلة دلوقتي لكل مرشح ان يوصل برنامجه الانتخابي للناخبين، فضلا عن ان احنا بنتابع كهيئة برضو ما ينشر عن الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبنقوم بالتواصل مع وسائل الاعلام وبالرد على كل الاسئلة الخاصة باي شأن انتخابي ورد على مواقع التواصل الاجتماعي أو ورد على جروب الهيئة أو ورد في الصحافة، بنرد في الحال وبنطلع بيانات فورية بنصدرها على جميع المواقع. أهم التسهيلات التي وضعتها الهيئة للإعلاميين لمتابعة العملية الانتخابية؟ كل الإعلاميين اللي تقدموا للهيئة طبق القرار اللي أصدرته الهيئة بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، الهيئة وفرت كل السبل السهلة والبسيطة لجميع الإعلاميين من أجل متابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى نهايتها. هل نكون في انتظار مؤتمرات صحفية يومية، أو التواصل هيكون إزاي، أو الإعلان عن الإجراءات داخل الهيئة وداخل اللجان هيتم إزاي خلال أيام الانتخابات؟ الهيئة أيام الانتخابات بتتابع عن كسب كل اللجان سواء الفرعية أو العامة بالاتصال مع لجان المتابعة الموجودة في المحافظات لتسجيل كافة العقبات، ولو في أي مشكلة بتثار أو أي إشاعة بتصدر أو أي حاجة إحنا بنطلع في الحال وبنصدر بيان فوري للرد على هذه الأشعة أو أي مشاكل. نعم سعادة المستشار، هل هناك توجه بأن يكون التصويت في المستقبل إلكترونيا؟ وارد، بس مش هيكون على كامل الجمهورية، يكون على أجزاء معينة الأول. بس الأول نتفق مع الشركات اللي بتعمل لنا الأجهزة اللي بنتفق معها على كده، يعني لأن احنا في مرحلة الاتفاق لسه والتجارب مع الشركات اللي بتقوم بهذا العمل. يعني في نهاية اللقاء نحب نسمع من حضرتك كلمة لكل مواطن مصري في الخارج وفي الداخل. والله أنا بقول للمواطنين المصريين اللي انزلوا شاركوا في هذا الاستحقاق الانتخابي، اظهروا للعالم أجمع أن هناك روح وطنية عالية لدى المصريين، حب في هذا الوطن، انتصروا للديمقراطية، انتصروا لترسيخ الديمقراطية، انزلوا أدلوا بأصواتكم، وفي النهاية أقول لهم صوتكم هيوصل، إن الهيئة الوطنية أمينة على كل الأصوات التي تدلى في الانتخابات. شكرا سيادة المستشار لاشين إبراهيم القاضي الجليل ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ومعا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020.